إذا للحديث عن التظاهرات التي خرجت في الذكرى الثالثة لثورة تشرين تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة في التظاهرات. دكتورة ذكرى مرحبا بكم. تظاهرات خرجت في ساحة التحرير والنسور وجسر الجمهورية وأيضا مناطق متفرقة من بغداد، ولكن ماذا يعني ذلك رغم القمع والانتشار الكثيف للميليشيات والقوات الأمنية؟ نعم، شكرا لكم ولقناتكم وجميع الكادر ولكل مستمعيكم ومشاهديكم. في الحقيقة أحب أن أصلح، ليست فقط من بغداد التظاهرات المتظاهرين قدموا، لكن من كل المحافظات حقيقة، من الناصرية ومن كربلاء ومن بابل ومن كثير من المحافظات اشتركت، حتى من واسط نعم. فحقيقة هذه التظاهرات هي سلمية طبعا كما تعلمون، كما بدأناها في عام 2019 لحد الآن هي تظاهرات سلمية. لا نريد أن نجرح أحد، لا نريد أن نأخذ بالعنف، لكنه في الحقيقة نحن نريدها سلمية. نعم. ونريد أن نحقق مطالب شعبنا ومطالب ثوارنا في وطن آمن ووطن حر، وطن يعيش فيه الإنسان في كرامة وفي معزة، ويكون لديه كل متطلبات الحياة من تعليم، من عمل، من يعني معيشة كريمة، ومن لقمة نظيفة ليست لقمة حرام. الآن كل اللقم التي تؤكل هي حرام حقيقة، يعني تعرفون حضراتكم الأموال مسروقة وأموال سحت وأموال يعني لم يتعبوا بها، بل سرقوها من لقمة اليتامى، من أفواه اليتامى، ومن دموع السكالى، ومن دماء الشهداء، شهداءنا الأبرار، شهداء ثورة تشرين. دكتورة ذكرى، تعرف اليوم بالتأكيد راح يكون انتشار أمني بغداد، وأنا شفت كثير من يعني من العسكريين، يعني هذا شيء يحس بالنفس ويألم، أنه أنت جاي كعسكري بملابسك العسكرية اللي هي محترمة، اللي هي تمثل كرامة وطن، نايم بالحديقة متمدد، ويجيك الأكل لحد نفسك، لحد حلقك يجي الأكل. هذه قمة يعني الاستهتار بالوطن، قمة الاستهتار بالحياة. أصلاً في حياته هو شنو قيمته؟ أنه هو مذل، يعني إنسان ذليل يأكل لقمته من إيد الآخر، من إيد الجار، وليست من إيد أبو البيت. دكتورة ذكرى، الحكومة تتحدث عن التظاهر، ولكن وضعت شروط أن تكون ضمن إطار القانون. إلى أي مدى خرقت السلطات هذا المعيار، وذلك عبر استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ على سبيل المثال الحصر استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع. حقيقة أي قانون يعني يقصدون؟ أي قانون هم اللي يلتزمون بالقانون؟ هم لم يلتزموا بالقانون قبل المتظاهر. المتظاهر ملتزم، المتظاهر إنسان مثقف محترم، إنسان يعني مضغوط عليه لأنه مأكول حقه، لأنه إنسان مهدور دمه في الشارع وفي أي مكان، فحقه أنه يرد يطلع ويطالب، ومطالب بشيء يعني شيء صعب، أو ضرب أحد أو تعدى على أحد. مجرد هو يشيل العلم والموبايل مالته يصور وخلص، ما عنده أي شيء، ما عنده أي شيء. حتى يعني إحنا اتفقنا أنه ما لنا علاقة بأحد، لا مالكي، لا صدري، لا ما أدري منه، لا تسبون، ولا ما لنا علاقة، لأنه المسبة شو تجيب لنا؟ راح تحرق الوطن؟ صح ولا لا؟ فإحنا حتى لا مسبة ولا غلط ولا أي شيء، لكنه إحنا نريد حقنا بأصواتنا، بكلمتنا، بالكلمة الحرة، بالكلمة الصادقة، الكلمة الشريفة، بموقف الآخرين معنا. للأسف أنا مقهورة، ليست فقط العسكري، وإنما الكفاءات، أنا أعتب على هاي الكفاءات. يعني كل كفاءة، كل أستاذ، كل دكتور، كل مدرس، كل موظف أو درجة كبيرة راتبة بجيبة، يعني يمكن يعيش لفت 20 عائلة من دول الشباب اللي هم طالعين بالشارع، وبالكذب ما يجي خلي إيده بإيد الشباب ويقول خلي أساعد على متحرر الوطن، لأنه هو ده يأكل أكل تقومت بمذلة حقيقة، هو بمذلة، لأنه ليست إنسان محترم. لو كان محترم ما كان يعني أنه يسمع كلام هؤلاء ويخاف من عدل. نعم دكتورة، لو كان هو عنده كرامة وعنده شخصية كان قطع، كان طلع بطولة، يخافون كلهم هسه باقين ببيوتهم يخافون حقيقة. من بغداد الدكتورة ذكرى عبد الصاحب الناشطة في التظاهرات، شكرا جزيلا لكم.